إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. الإنسان المؤمن يكون بين حالتي الخوف والرجاء، فلا يمكن أن ترجح كفة الخوف على الرجاء وإلا دخل في اليأس، ولا يمكن أن ترجح كفة الرجاء على الخوف وإلا ربما يؤدي به إلى التفريط. فلا بد أن يحلق الإنسان المؤمن بجناحي الخوف والرجاء حتى يصل إلى القرب من الله. وفي رواية أخرى في نفس هذه الرواية يعني، ولكن بمقطع سبقها: إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا بمؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. يشير هذا المقطع من الرواية إلى أن الإنسان ربما لا يزجره زاجر، ولا يمكن أن ينتهي بأمر أو نهي في بعض الأحيان، ولكن ينتهي عندما يرى كرم الله عز وجل وستره عليه، فيفعل عنده الحياء. ألم تجد أن هناك من الناس لا ينتهي عن هذه المعصية أو تلك، أو لا يتوقف إلا حياء من فلان وعلان، لا لأنه يريد أن ينتهي في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة إلى علاقته بالله سبحانه وتعالى عندما يجد كرم الله في ستره، في ستره، لو تكاشفتم ما تدافنتم. إنسان في بعض الأحيان لو يعرف حقيقة صاحبه ما يقترب منه أساسا، ثم إذا نظر من ناحية أخرى إلى حلم الله عز وجل وكيف أنه يمهله: أنا الذي أمهلتني فما ارعويت، وسترت علي فما استحييت. ربما إذا تأمل في حاله ستر الله له وفي حال حلم الله عن، في هذه الحالة ربما يتوقف ويعطي الإمام جرعة لهذا الإنسان، جرعة أمل: إلهي إن طال في عصيانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي، مع كل ما آتي أنا، فما أنا بمؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. لن أبرح عن ساحتي ثقتي بكرم آلائك، حجتي يا ربي في مسألتي مع إتياني ما تكره. أنا أعلم أن الذي أصنعه أساسا أنت تكرهه، ولكن ما يخليني أجي إليك إلا كرمك، وإلا لما أستحق جودك وكرمك عطفك ورحمتك. فالإنسان جاهدا يسعى إلى أن يعلق قلبه بحبل الرجاء، ومن ناحية أخرى يمسك بزمام الخوف من الله.
حتى لا تنزلق قدمهم مجددا. فعندنا خطوة إلى الأمام بالأمل، وعندنا خطوة سبقتها بالتوقف حال الخوف. إنسان هذا طريق المعصية على سبيل المثال، وهذا طريق الطاعة. فالإنسان حتى لا ينجرف أكثر في طريق المعصية يحتاج إلى أن يقف، فيوقفه الخوف. وحتى لا يبقى واقفا فربما ينزلق مجددا ويرجع إلى طريق المعصية، فيحتاج أن يتقدم إلى طريق الطاعة، وهنا يفعل الأمل، هنا يفعل الأمل والرجاء لرحمة الله عز وجل. وأختم هذه الكلمة بحالك أيها المؤمن وأنت هنا، إذ أنه على الإنسان أن يعترف قائلا: وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. ما الذي أتى بك؟ وما الذي أجلسك؟ في حين أن هناك من يعيش بعيدا عن هذه الأجواء، ما الذي أتى بك؟ قد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا معترفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نسلك طريق مرضاته جل وعلا، وأن يبعدنا وإياكم عن طريق معصيته، إنه جواد كريم رحيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.